جاب 23. مش مهم عشان الدايت بقى. الغبي ده قلت له 24 جاب 23. طب اضحي بايه انا دلوقتي؟ باللانشون ولا بالجبنه الرومي ولا بالمربى؟ اللبخه دي. يا صباح الفل. ده امر التشغيل ومقدس السير وشماده مستنيك تناديه. الله يا عم، بقول لك صباح الفل. ده خط السير و عمر، هو انا سمعت صح ولا انا اتغبيت في اللانشون؟ هو فل بس ده، فل وورد وياسمين ومشتل كامل بالجناين بتاعه كمان يا عم، بيصبحوا عليك وانت ولا انت هنا. يوه قصدي مالك يا بنت مسبهلة كده ليه؟ هترد السلام ولا اصحابه؟ اصحابه؟ اصحابه ده ايه؟ ده انا ممكن افرقع في وشك. صباح الورد والفل والياسمين يا طبق بنور. لا طبق بنور ده ايه؟ يا طبق رز بلبن بالقشطه والعسل والمكسرات. تصدق جعت؟ بقول لك ايه؟ ما تضرب معايا. لا لسه مرجع بره. بقول لك ايه؟ انت هتعمل ايه النهارده بالليل؟ نام. نعم ايه؟ لا شكلك فهمتي غلط، عشا، بتكلم في عشا. عندي رغبه وربنا ما فاهمها. اعزمك على العشاء النهارده. عمر انت في وعيك؟ يعني انت مش سخن شويه؟ طب ده فجاه كده. لا لا مش فاضيه النهارده، مش مشكله، السنين جايه كتير. لا سنين ايه؟ ده انا بقالي سنين مستنيه اللحظه دي. انت وفين؟ نعم. أظن هديت شوية ونعرف نتكلم بخصوص علي، والولد لسه داخل حالا من المدرسة، يعني ما لحقش ينام. ده أنت مراقبه بقى. في أب بيراقب ابنه برضه، وأنا جاي بالصدفة شفت أتوبيس المدرسة بينزله. مساء الخير يا أستاذ عثمان. مساء الخير يا عمر، اتفضل. لا معلش أنا كنت جاي بس وعشمان آخد علي عشان يسلم على عمه كامل. وماله؟ اتفضل لغايه لما يغير لبس المدرسه ويبقى يروح معاك وياكل لقمه. لا ما تشيليش هم الاكل خالص، سته عامله له كل اللي بيحبه ونفسه فيه، وانت عارفه بقى نفسها في الطبيخ. فاكره؟ مش عايزه افتكر. احسن. الف شكر. ازيك يا باشا؟ كويس. ماشي يا عم. جاهز؟ جاهز. يلا يا باشا. بطل قرف بقى يا ابو المحاسن. هو انا قرصتك من فخدك عشان تحمرق؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ده القمر ظهر وبان اهو. ازيك يا علوة؟ ازيك يا عمر؟ ما تيجي يا عمر هات علي وتعالوا اتفرجوا على هزيمة ابو المحاسن، شكله هيشيل مشاريب القهوة كلها النهاردة. كل مرة بتقول كده عم جدس وبتشيلها انت. ليه؟ مش فاكر الأسبوع اللي فات لما شال مشاريب زباين القهوة كلها؟ دي واقعة تاريخية لا يمكن تتكرر إلا في السينما الصامتة اللي هو بيشتغل فيها. معلش عشان معطلين الجماعة فوق على الغدا، بس يا عم جركس اتفضلوا معانا. بجد والله يعني. أنا والشفة. يلا يا باشا، يلا يا باشا. أحلى بسبوسة من إيدين تيتا لنني عين تيتا. تسلم إيدك يا تيتا. وقتي أحلى تسلم إيدك سمعتها في حياتي. أيوة. عايز كام يا نبى؟ 7 جنيه. هجيب لك الفلوس. اتفضل يا عم. الله حلو قوي يا عمر، شكرا. اولا مش انا اللي جايبها لك عشان تشكرني، دي هديت عمك كامل. ثانيا بقى انا كلمه بابا وحشتني، ولا انت طالبه معاك عمر يعني من باب الصحوبيه ولا ايه؟ شكرا يا عمو كامل. على ايه يا حبيبي؟ وانا جبت حاجه؟ ده كله من خير ابوك. يا عم عمر كلفت نفسك ليه؟ بكام اللعبه دي؟
ليه؟ هتديني ثمنها كامل؟ اه طبعا، ده اقل واجب. مش ابن اخويا يعني زي ابني. ما كفايه عليك الفلوس اللي دفعتها لي في القميص وحتتين القماش بتوع امك واختك. وبعدين هكمل، اللعبه دي غاليه مش هتقدر على ثمنها. ما احنا هنلعب يعني هنلعب. تعالى يلا. ايه يا عم بقى؟ يا عم افتح بقى، عايزين نلعب مع بعض يا عم بقى. طب وليه نلعب مع بعض اساسا؟ ما كنت تجيلي دغري ونقصر السكك. شغلنا دايما بده نفس طويل، ولما نقرر على حدا ندرسه منيح وما نحطه بكذا اختبار. يا عم اختبار ايه وامتحانين؟ ايه دكتوراه داخلين عشان نحضرها؟ ايه طبعا دكتوراه. خد شلومو مثلا، لو اجاك خب تلزق قال لك انه اسرائيلي وبده اياك انه تشتغل معنا، كنت رح توافق او كنت رح تقلق ويمكن تخاف وتبلغ؟ لا، عمل حاله حدا تاني واخدك خطوه خطوه. استعنا على الشاي بالله. مالك؟ ما ماليش ولا حاجه، ما انا كويسه اهو. كويسه؟ امال لما البوسه هقول عليك عفريت كنت هتبقى عامله ازاي؟ اصلا يا عمر مش مصدقه ان احنا قاعدين كده قصاد بعض وكمان هنتعشى سوا. لا ومش مصدقه ليه؟ يلا بينا من هنا. ايه؟ بهزر. انا بجد يا عمر مبسوطه قوي على الخروجه دي. لا ولسه فاجئني بقى. لسه. دي عشاني؟ يا ربنا على عبط. يا بنتي انت في حد غيرك اسمه بيبدا بحرف الاتش؟ لا انا قاعد مع حد تاني غيرك. بتبصي على مين؟ مبروح عليا شويه يا عمر. انا بجد مبسوطه قوي ان احنا مع بعض. دي اقل حاجه يا هانيه. الا بالحق، هو هانيه ده عادي كده عندكم في بلاد دكرور بقوا يسموا هانيه؟ لا ما هو انا ما اسميش الحقيقي هانيه. هانيه ده تقدر تقول كده يعني اسم دلع. انا اسمي الحقيقي بس ده سر منا. عيب، الكلام هيدخل من هنا يخرج من هنا. سرك في بير. هنادي، انا اسمي هنادي. اصل العيال عندنا في الحته مبهدليني، كل ما يتذاع فيلم دعاء الكروان يفضلوا بقى في الرايحه وفي الجايه. ايه يا هنادي انت جيتي من الوباء امتى؟ واللي يقف كده يغمز له بيقول لي هنادي انا البشمهندس يا بت. شوف الوطيانه، شوف الوطيانه اللي بقت فيها الناس. قال عشان اسمك هنادي يفتكر انه في علاقه بينك وبين البشمهندس. بس بقت وحشه قوي يا عمر. قوي انت هتقولي لي انا مسميني في الحته البشمهندس. اضحكي يا قطه، اضحكي يا قطه يا قطه. عمر السر بتاع هنادي ده محدش يعرفه غير انا وانت والكوبايه دي. كده هزعل هزعل. هاتي سلسله مفاتيحك القديمه. ليه؟ عشان بجمع زباله. ايه؟ هنقلك فيها مفاتيحك. ايه ده؟ بص يا سيدي، اول ثلاث مفاتيح دول بتوع الشقه عندنا. والرابع ده بقى الشقه اللي جنبكم. لا ده بتاع الشركه. والخامس ده يعني كنت ماشيه في الشارع كده بتدنجل قلت احطه يعني في الميداليا. هوايه يعني. ده انت معقوله؟ اوعي تشرب عصير لحد ما اطلع. قفشتك. لعلمك بقى انت محسوده يا هنادي. مره قصدي هانيه، قصدي هانيه. مبروك عليك، اول هديه ليكي من البشمهندس. مره على فكره اسمعي مش وحش برضو هنادي يعني.